اهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد من القاهره. بنحاول في برنامجنا من القاهره ان نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد على الساحه المحليه والعالميه، وبنناقش بالتفصيل مع ضيوفنا في استوديو من القاهره الموضوعات اللي بتشغل بال الراي العام المصري، سواء ما يتعلق بالداخل او ما يتعلق باتصال الداخل بالخارج وتاثيره ايضا على الشان المصري. لكن خلونا نبدا مع حضراتكم باهم الاخبار والمستجدات على الساحه المحليه والعالميه، ونبداها باهتمام الدوله بمنظومه الطاقه. الطاقه تعتبر من اهم القطاعات اللي الدوله بتحاول انها توفرها بكل الطرق وباشكال مختلفه حتى تتغلب على مشكله الطاقه في الايام القادمه. في هذا الاطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنيه الخاصه بتعزيز مكون الطاقه المتجدده وتعظيم قيمتها، وده طبعا لتنويع مصادر امدادات الطاقه اللي بتعتمد عليها عمليه التنميه في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمد شاكر، وتم استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بمد خطوط الكهرباء وإنشاء عدد من محطات التحويل الكهربائي في الجانبين، وذلك بهدف تبادل الطاقة الكهربائية بين شبكتي الكهرباء الوطنية في البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة بينهما على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب. كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية بمشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالي وتعديل مسار بعض الخطوط وإزالة تلك التي تتعارض مع المحور. وقد وجه السيد الرئيس بحوكمة الجدول الزمني المخصص لتنفيذ التعديلات المطلوبة أخذا في الاعتبار الامتداد الإضافي لمحور التعمير في اتجاه الغرب لاستيعاب حركة المواطنين الكثيفة عليها باعتباره محور ربط رئيسي ما بين مدينة الإسكندرية وقرى ومدن الساحل الشمالي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول لعام 2035. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر. واتصالا بالطاقة الجديدة والمتجددة، استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرة العالمية، ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالتغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية وأنفاق كابلات الضغط العالي ومراكز التحكم والتوزيع.
طيب بجانب اهتمام الدولة بمختلف القطاعات زي ما شفنا الطاقة، أيضا الاهتمام بالمياه، يمكن المياه دلوقتي هي ما تشغل بال المواطن المصري وخاصة بعد أزمة سد النهضة الأخيرة، لكن الدولة بتطمئن المواطنين أنها جاهزة للتعامل مع أي طارئ. ده اللي أكده وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، قال إن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيرا إلى أن مصر لن تتنازل عن أي نقطة مياه من حصتها في نهر النيل. ده كان خلال حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية، كان بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. نطمن الناس على جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريو أو أي احتمال، الدولة جاهزة للتعامل مع مختلف أجهزتها. وزارة الموارد المائية والري بتشتغل في الجزء الفني، بنأمن المية للناس، بنوفر المية للناس، بندير المية من وهي سحابة في أعالي النيل. مصر لن تعطش أبدا، هكذا بدأ المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لوسائل الإعلام المختلفة لتؤكد على تمسك مصر بحقوقها المائية في نهر النيل. المؤتمر الذي عقد بالقناة الخيرية أول منشأ مائي لتنظيم مياه النيل، أكد فيه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن الدولة بكل أجهزتها مستعدة لإدارة ملف سد النهضة بكل تحدياته. إحنا ما بنهزرش، احنا كل حاجة متابعينها، كل صغيرة وكبيرة متابعينها. سد النهضة او السد الاثيوبي فيه عيوب، وعيوب جسيمة، عيوب اعلنت وعيوب لم تعلن، فدي حاجة تانية كمان لازم الناس تعرفها. الحاجة التالتة، الدولة شغالة بكل اجهزتها شغالة على مدار الساعة، وهتاخد القرار في الوقت اللي يناسبها والقرار اللي يناسبها، فاحنا ما نبقاش في حالة اندفاع او ضغط. احنا لا، الدولة عارفة بتعمل ايه، وكل جهة من جهات الدولة عارفة بتعمل ايه، واحنا مش هناخد اي قرار الا القرار اللي يناسبنا وفي مصلحة الدولة المصرية. رئيس المجلس الأعلى للإعلام شدد على أن حقوق مصر محفوظة، ومصر تمتلك حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا كان هناك أي خطر يهدد حقها المائي. رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا الملف. رئيس الدولة الذي استطاع أن ينقذ مصر من أنياب جماعة إرهابية جاءت تحكمها لمدة نصف قرن، قادر على أن يضع كل الحلول الممكنة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وفي نهاية الحوار المفتوح أكد الحاضرون إلى أن مصر تمتلك العديد من البدائل التي سيتم التحرك بها وفق خطة استراتيجية محددة ومدروسة. مصر لن تتنازل عن أي نقطة مياه في حقها بمياه النيل، تأكيد خلص إلي هذا المؤتمر الذي جاء ليؤكد أن الدولة المصرية مستعدة بكل أجهزتها لإدارة ملف سد النهضة ضد التعسف الإثيوبي. محمد الخطيب، النيل. طيب نروح بقى لأبنائنا طلاب وطلبات الثانوية العامة، طبعا في حالة من التوتر خلال هذه الأيام بسبب امتحانات الثانوية العامة، بنتمنى طبعا لأبنائنا الطلاب والطالبات بالمزيد من التوفيق. الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم الفني بتقوم بالعديد من الإجراءات في هذا الإطار. تفقد الدكتور أو تابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات الوزارة. طبعا أدى النهاردة 393,883 طالب وطالبة بالشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية، طبعا ده كان وسط إجراءات أمنية مكثفة. أدى 93,000 طالب وطالبة ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القاهرة وسط اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر. وقد قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية داخل عدد من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات والوقوف على احتياجات الطلاب باللجان والتأكد من توافر كافة الإجراءات الاحترازية. نزلنا النهارده في محافظة القاهرة مع معالي محافظ القاهرة نمر نشوف اللجان واخبارها ايه والاجراءات متبعة ولا لا، واذا كان في
اي اجراءات مطلوبه، بنطمن من اجراءات غرف العزل موجوده ولا لا، من الجهاز الطبي اللي موجود، عدد الطالبات الموجودين وفي كل فصل قد ايه، فبنحس ونشوف اجراءات التفتيش اللي موجوده سواء كانت للموبايل او نتاكد ان التابلت هو ده التابلت الرسمي اللي موجود من الحكومه صرفته. اول يوم في امتحانات الثانويه العامه اللي هتبتدي من اليوم وحتى يوم 2/8، فبحضور السيد وزير التنميه المحليه بنتفقد اللجان للاطمئنان وللتاكيد على الاجراءات الاحترازيه اللي متخذه انها بتطبق فعلا في جميع اللجان، بدءا من مقياس الحراره لبوابات التعقيم، لتوافر جميع المستلزمات الطبيه، للتباعد داخل الفصل وهو عدد 14 طالب فقط. حالة من الترقب بدت على وجوه أولياء الأمور خارج اللجان لما ستسفر عنه أسئلة الامتحانات ومدى ملائمتها لمستوى الطالب المتوسط. ماراثون الثانوية العامة السنة دي كان أطول ماراثون في الثانوية العامة على مرور السنين الماضية كلها بصراحة، 13 شهر طالب. أنا عندي بنتي بتذاكر من 13 شهر، عايز ربنا يوفقها وتجيب درجة كويسة. يعني أداء امتحاناتهم المرة دي بنظام أسئلة جديدة، نمط جديد، لسه أول مرة، يعني بندعي لهم أن ربنا يوفقهم وأن كل اللي ذاكروه والمعلومات اللي حصلوا عليها يقدروا يحلوا ويجيدوا كويس. تبلغ عدد اللجان الرئيسية على مستوى محافظة القاهرة إلى 293 لجنة تم تأمينها بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مراكز التوزيع واللجان. جهود كبيرة قامت بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لتوفير الأجواء التأمينية والوقائية اللازمة داخل وخارج اللجان لأداء امتحانات الطلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى الطلاب، ليأتي الدور على الطلاب في الالتزام بهذه الإجراءات والقواعد العامة للامتحانات. أحمد ممدوح، أني. طيب، يمكن كعادة مصر وقوفها بجانب أشقائها العرب أيضا والأفارقة في الأزمات، يمكن أزمة كورونا أيضا كشفت عن دور مصر في المنطقة من خلال مساعدتها لعدد من الدول بإرسال وإمدادهم بالمستلزمات الطبية. يمكن في هذا الإطار أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية للشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. طبعا ده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر أيضا مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف المحن والأزمات. أعرب الجانب التونسي عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة اللي بتقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي في هذا التوقيت. طيب، الإجراءات الاقتصادية اللي أخذتها مصر خلال المرحلة السابقة يمكن أدت إلى نمو المؤشر الاقتصادي في مصر، وإن استطاعت مصر أن تتعدى هذه الأزمة، أزمة كورونا، مواجهة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية. في هذا الإطار أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال تقرير نشره النهاردة أن الإصلاحات الاقتصادية اللي نفذتها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعلت الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وأيضا تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع بيتمتع بمزايا تنافسية. يمكن تضمن انفجارات بتسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد كمان أمام أزمة كورونا بعد يعني بجميع موجاتها وتداعياتها السابقة بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد. يمكن التقرير كمان قال باستمرار تحقيق مصر لمعدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، ومن المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8 هذا العام، مختلف طبعا عن العام السابق. طيب، للمتابعة حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الجوهري، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. أستاذ محمد، مساء الخير.
اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور محمد، يعني الاجراءات اللي اتخذتها مصر، الاجراءات على المستوى الاقتصادي خلال ازمه كورونا، لاي مدى اثرت على مؤشر الاقتصاد خلال هذه المرحله؟ الحقيقه يرجع نجاح خطه الاقتصاد المصري ونهوضها منذ 5 سنوات. الاقتصاد المصري كان في عام 2011 وحتى عام 2014 يعني كان اقتصاد الى حد ما كان هناك اضطراب كثير، اضطراب سياسي، وهناك ايضا قصور اقتصادي. منذ عام 2014 بدا الاقتصاد المصري يسير في خطه مستقيمه حتى وصل الى مراحل النمو التي ذكرتها حضرتك في التقرير الخاص بمجلس الوزراء، ومعدلات ليس لها مثيل. جاء هذا النمو نتاج جهود كبيره من الحكومات، الحكومه المتعاقبه حكومه مصطفى مطول، الحكومه السابقه، في وضع استراتيجيه للاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته. وجاءت ازمه كورونا مؤخرا تاثرت بها الاقتصادات العالميه جميعا، ولكن الحمد لله الاقتصاد المصري نجا من مثل هذه الاضطرابات، واستطاع ان يقاوم حتى وصل الى نسبه نمو بلغت الان 6.7، والنسبه السنويه بلغت حوالي 2.4 توقع بالنمو، وهذا التوقع يعني فاق كل التوقعات الاقتصاديه. جاء ايضا الاقتصاد المصري بالعديد من البنيه التحتيه والخدمات اللوجستيه لخدمه الاقتصاد في المرحله القادمه، اي ان الاقتصاد المصري مبني بطريقه تصاعديه من الافضل للافضل. نحن نقوم ببناء الطرق والكباري وتوفير الطاقه اللازمه للمستقبل باذن الله، مستقبل افضل لنا ولاولادنا، من خلال جهد كبير تقوم به الحكومه المصريه والقاده السياسيه، من خلال وضع مصر على خريطه في العالم باقتصاد قوي، وحتى تعود مصر الى رياده المنطقه. وقد اشادت جميع المؤسسات العالميه على راسها بلومبرج وفاينانشال تايمز وول ستريت، رصدت عده تقارير على مدى الفترات الماضيه لمراحل هذا النمو وهذا التحول الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومات المتعاقبه. واصبحت في مصر المنهكه منذ 5 سنوات الان الى اقتصاد قوي وينافس الاقتصادات العالميه. طب دكتور محمد، يعني نمو الناتج المحلي واتجاه مصر الى الانتاج محليا ومحاوله مصر للتصدير في العديد من المجالات الاخرى او القطاعات المختلفه، يعني تاثير هذا على منظومه الاقتصاد خلال المرحله القادمه بعد تعافي مصر من الازمه الاقتصاديه وقت ازمه كورونا؟ بالطبع اتجاه الحكومه المصريه الى التصدير والى انشاء مصانع واعاده التصدير الى بلدان اخرى والاهتمام بالتصدير والصناعات المصريه، هذا يسير في صالح الاقتصاد المصري بقوه، وهذا ما نادى به كثير من الخبراء الاقتصاديين، وناديت به شخصيا اكثر من مره، بان يكون هناك مصانع وهناك تصدير وهناك مصانع تستوعب الايدي العامله وتوفر فرص عمل لها حتى ينمو الاقتصاد اكثر فاكثر. وهذه الخطوه هي خطوه جاده، ولكن كان هناك خطوات لابد ان تطبقها، هي توفير الطاقه اللازمه لهذه المصانع وتوفيق وتوفير الكثير من الخدمات والاراضي والخدمات اللوجستيه لدعم هذه المصانع، وهو ما استطاعت الحكومه في الفتره الماضيه من توفيره للمستثمرين المصريين والاجانب على حد سواء حتى يكون هناك نمو اقتصادي كبير. ومن المتوقع باذن الله بعد ان يعمل او تعمل المناطق الصناعيه المزمع انشائها في الصعيد وفي عده مواقع داخل مصر الى انتعاش الاقتصاد اكثر فاكثر وتقدم الاقتصاد المصري للامام. طيب محاوله مصر ايضا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والاقليمي مع العديد من الدول، تاثير يعني هذه النقطه او هذه المحاوله على الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات بالتعاون ايضا ما بين القطاع الخاص والحكومه؟ وان جاءت هذه الخطوه متاخره ولكنها جاءت في موعودها، ان يكون هناك تكامل جاد ما بين الدول العربيه والدول الاشقاء والدول الافريقيه لتوفير اقتصاد قوي لمنطقه الشرق الاوسط والمنطقه الافريقيه وشمال افريقيا. هذا ما كان يتمناه الاقتصاديون، فان يكون هناك سوق عربيه، يكون هناك تبادل ما بين هذه الاسواق وايضا سوق افريقيه. وبالطبع لعبت مصر في الفتره الاخيره
دورا كبيرا في عقد اتفاقيات كبيره ما بين الدول العربيه ودول الخليج وايضا الدول الافريقيه لبحث سبل التعاون في تنشيط الاقتصاديات والصناعه والتبادل الصناعي والاقتصادي. وهذه الخطوه خطوه جيده نحو هذا التكامل، سيؤدي الى انعاش الاقتصاد اكثر فاكثر. وارى وكثير مثلي يرون ان الاقتصاد المصري يسير بمعدلات نمو يعني منتظمة، سوف نجد هذا الاقتصاد بعد سنوات ويشار له بالبنان على اقتصاد قوي منافس الاقتصادات العالمية، وان شاء تمام. الله تمنياتنا طبعا نراه سويا باذن الله. انا بشكرك يا دكتور محمد، دكتور محمد الجوهري استاذ التمويل والاستثمار والتمويل العقاري، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معرض القاهرة الدولي للكتاب طبعا في العديد من الأجنحة، يمكن جناح الأزهر الشريف من هذه الأجنحة الموجودة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته 52، شاهد في الأسبوع الثاني على التوالي إقبال منظم من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب للتعرف على الإصدارات المتنوعة واللي بيقدمها لرواد المعرض. الأزهر أوضح في بيان اليوم أنه تقرر هذا العام نقل كافة الفعاليات اللي بيتوافد عليها الجمهور بأعداد كبيرة كل عام عبر الصفحات الرسمية للأزهر، طبعا منعا للتزاحم وتلبية لرغبات جمهور جناح الأزهر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أيضا للحفاظ على سلامة رواد جناحه بالمعرض. أشار كمان إلى أنه من أبرز الفعاليات اللي هيتم نقلها عبر البث الحي الندوات والحلقات النقاشية بمشاركة كبار العلماء والمتخصصين من داخل الأزهر وخارجه، وكذلك عروض بانوراما الأزهر واللي بتعرض بشكل وأسلوب جذاب، بتعرض تراث الأزهر بما فيه من عراقة وحضارة من خلال رحلة تخيلية بتمتد لأكثر من 1000 عام. طيب استعداد الدولة لعيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. يمكن في هذا الإطار بتستعد بشكل كبير جدا وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال طرح كميات كبيرة من رؤوس الماشية طبعا لزيادة المعروض بالأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، باعتبار أن ده دور أصيل للوزارة بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية. وانتهت إدارة التسويق بقطاع الإنتاج من تحديد أسعار الأضاحي الحية واللي بتقل عن مثيلتها في السوق الحر. هذه المنافس توفر أضحية بجودة عالية تتمثل في أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية ونظام غذائي يحقق نسبة عالية من اللحوم، كل هذا في منافس وشوادر وزارة الزراعة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. المواطن طبعا بينزل للإدارة بتاعتنا في الدقي، بياخد إيصال حجز، بيدفع مقدم حجز، بيدفع 1500 جنيه للحجز الغنم و 5000 جنيه لحجز الحيوانات الكبيرة، وبعد كده بيجي لنا هنا بيختار الحيوان بتاعه، بتحط الرقم بتاعه على الوصل، بيبقى كده أمانة عندنا الحيوان لحد يوم الاستلام اللي هو آخر 3 أيام قبل العيد إن شاء الله، بيجي يوزن حاجته ويكمل دفع الثمن وياخد الحيوان ويمشي. الأسعار هنا تقل عن مثيلتها في السوق الحر، ف50 جنيها هي سعر الكيلو للعجول الجاموسي و57 جنيها هي سعر الكيلو للعجول البقري، فيما جاءت أسعار الضأن ب60 جنيها للكيلو القائم. عندنا كمية أضاحي كويسة جدا بالنسبة لعجول الأبقار والعجول الجاموس. عندنا الأبقار بتتميز عن برة بأن نسبة التصافي بتاعتها عالية جدا، مفيش أي نسبة دهون فيها تقريبا، بسبب أن احنا عندنا العلف اللي احنا عاملينه، عاملين علف متوازن جدا بنحسب فيه كويس او كميه اللي محتاجها الحيوان، وبنقدر نطلع ذبيحه نموذجيه بالنسبه لتصافي اللحم وعدم وجود دهون في الحيوان نفسه. كما وفرت الوزاره لحوم بلديه بالمنافس بسعر 115 جنيها للكيلو و110 جنيهات للضأن، وذلك في الوقت الذي استوردت فيه الوزاره نحو 96 ألف راس ماشيه بقري و70 ألف راس من الاغنام و6500 طن من اللحوم المصنعه. أضحية بجودة عالية وبمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق الحر، لتكون وزارة الزراعة بذلك حققت المرجو منها وهو زيادة المعروض للسيطرة على الأسعار. من مزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، أشرف مبارك، النيل.